بنت مراهقة 16 سنة كانت على دين وانتظام بالصلاة وقراءة بين الحفظ والقراءة ممتاز، وفجأة تمتنع الصلاة وتبدأ بأسئلة عن الله ولماذا نحن موجودين بالأساس. تمام، ما ينفعش تعيشي من غير أسماء الله الحسنى، ده ألف بيت. ما ينفعش أعيش من غير ما أعرف ربنا اللي أنا بصلي له وبحفظ له ده مين؟ مين الصمد؟ مين اللطيف؟ مين الودود؟ مين الرب؟ اسم الله الرب. مين الثلاث أسماء الجامعة؟ الله والرب والرحمن، وإيه صفاتهم؟ وإيه أثر القلب المردود عليه؟ ما ينفعش الدعاء بأسماء الله الحسنى سحر، سحر. بس تختار الاسم اللي يناسب الحالة اللي أنت فيها. وقبل ما توصل البنت لحاجة زي كده لازم أعرفها مين ربنا اللي كانت بتحفظها. والعقيدة بتتدرس من إيه؟ من 3 سنين. قبل ما ناكل بسم الله، وقبل ما نشرب بسم الله، بسم أجمل شيء اتعمل، فاكرين ده؟ لما تيجي تسألني، وأنا قلت لكم بحكي دايماً على قصة البنت اللي عندها 5 سنين، والله هذا حصل. وقرابة عندنا قرابة درجة تانية، وولد ابني بيعلمها اللعبة على التاب، ولا شفت ازاي بقى علمت؟ قالت له والله كاذب، 5 سنين، والله كاذب، الله علمني. التاني يجي احنا هنفطر هنسحر عند خاله، زوجي هنسحر عند خاله بقى وكذا وبتاع، ده احنا كنا عايزين اندوم. قلت له دعيت؟ قال اه صح، اللهم نسالك اسمك الرازق الرزاق ان ترزقنا اندوم. الله يسامحك. 6 سنين تيجي بنتي شمين الريحه، استغفر الله العظيم. انت تقولي كان السوبر ماركت هيقفل فقلنا نجيب قبل ما نعمل، وعملوا حله للعيال كلها. ايه اللي اتغرس عن الاكل؟ عقيده. ما ينفعش ام لانت لما تعرفيش، وشوفي شوفي المدارس شوفي كذا ان شاء الله تعملوا هنا في الدورات ولا محاضرات، اسماء الله الحسنى كل يوم وكل شهر خدي لك اسم وعيشوا بيه.